السلام عليكم ورحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الأحبة القائمون على برامج تبسيط العلوم زي الدحيح، جهدكم مشكور، نفع الله بكم. لكن أنا عندي ملاحظات هامة وحساسة تشغلني وتشغل بعض الباحثين في هذا الموضوع. أولاً، العلم الغربي زي بذرة التفاحة، دي بذرة رائعة لكن حولها غشاء ضخم من الفلسفات الغربية والثقافة الغربية وتأويل النظرية العلمية اللي هي البذرة بما يتوافق مع الفهم الغربي للحياة وغائية الحياة. يأتي الدحيح وزملائه وينقلوا لنا البذرة بالغشاء باعتبار إن هو ده كله علم، ودي أكبر كارثة وأكبر مشكلة بتواجه الشاب بعد فترة معينة، لأن الثقافة الغربية والفلسفة الغربية والفهم الغربي هي إما ثقافة إنجيلية كنسية مسيحية أو ثقافة مادية ملحدة. فالدحيح وزملائه انقلوا لنا البذرة، انقلوا لنا النظرية العلمية، لا علاقة لنا بتأويل غربي للنظرية العلمية، لا علاقة لنا بثقافة غربية أو فلسفة غربية تحاول تأويل النظرية العلمية بما يتوافق مع تلك الثقافة، فيولد لدى الشاب عندنا مشكلات لأنه مش هيعرف يفرق بين البذرة وبين الغشاء. أول سؤال في هذه الحلقة: هل البذرة العلمية الغربية كلها صح؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده، ما تنساش في فرق بين البذرة وبين الغشاء. الغشاء هو محاولة غربية تأويلية للبذرة بما يتوافق مع العقيدة الغربية. هل البذرة كلها صح؟ للأسف، خلينا أفاجئك، العلم الغربي أولا هو مجموعة من القوانين العلمية، ودي تتعدى على أصابع اليد، وأكوام من الفرضيات العلمية، ودي أغلبها خرافة، ومجموعة كبيرة من النظريات العلمية اللي هي تقريبا العلم الغربي، نظريات علمية. للأسف، من المحزن إن 70% من النظريات العلمية لما يعاد تجربتها بنكتشف أنها خطأ، فيما يعرف بالريبليكيشن كرايسيس، لما تعيد تجربة ورقة علمية في نفس الظروف تكتشف أنها خطأ. مجلة نيتشر عملت استطلاع رأي ل 1500 عالم، أثبتت في هذا البحث إن متوسط 70% من النظريات العلمية المثبتة عندما تعاد تجربتها بنكتشف أنها خطأ، أنها غير صحيحة. طبعا الكلام ده مشكلة، لأن الكلام ده معناه 70% مما يقوله لنا الدحيح وأحبائنا هو خطأ غير صحيح. لذلك لما تسمع أي واحد من الأحبة بيبسط العلم، خلي عندك حس نقدي، حس نقدي عالي لكل ما يقول، لأن أغلب ما يقول هنكتشف اليوم أو غدا أنه خطأ. ولذلك مجلة نيتشر عملت أكثر من استطلاع رأي في هذا الموضوع. في أحد هذه الاستطلاعات أثبتت أيضا إن بعض أبواب العلوم زي الكيمياء 90% من نظرياتها العلمية لما تعاد تجربتها بنكتشف أنها خطأ. الأغرب من ذلك إن في نسبة كبيرة من العلماء قالوا إن بالفعل يوجد أيضا في بعض الأوراق العلمية تزوير حقيقي. ده يخليك مش كل ورقة علمية تسلم لها، لازم يكون عندك حس نقدي لما يقال وما يقرأ في المجلات العلمية. 70% من العلم الغربي خطأ، 70% من البذرة خطأ. الأغرب من كده أن هناك نظريات علمية كتبت خصيصا لتوافق الغشاء، لتوافق
الثقافة الخاصة بالغرب. يقول عالم الاجتماع نوربرت إلياس: علماء الطبيعة مثل غيرهم من البشر مدفوعون بأغراض شخصية، متأثرون بحاجة الجماعة التي ينتسبون إليها. وهذا نفس الكلام الذي قالته ماري ميدجلي في كتابها التطور كديانة. تقول معنى كلامها أنه ليس فقط الغشاء هو الخاضع للثقافة السائدة، وإنما أيضا البذرة. ولذلك عالم فلسفة العلوم فيرابنت يقول: مثل الكنيسة التي فصلت عن الدولة، ينبغي فصل العلم الطبيعي عن الدولة، لأن لديه بعض الممارسات والمفاهيم والتأييد لثقافات خاصة. ينبغي فصل العلم الطبيعي عن الدولة. ده كلام فيرابند في كتابه طغيان العلم. فيرابند هو أحد فلاسفة العلوم. فلسفة العلم هي اللي بتميز بين النظرية وبين الفرضية وبين العلم الزائف. أحد أشهر فلاسفة العلوم، وهو أستاذ فيرابند، عالم اسمه كارل بوبر. كارل بوبر يقول: لا يمكنك بصورة قطعية إثبات صحة النظرية العلمية، لكن فقط تستطيع أن تثبت أنها خطأ. النظرية العلمية ما تقدرش تثبت بصورة قطعية أنها صحيحة، لكن فقط يمكنك إثبات أنها خطأ فيما يعرف بمبدأ القابلية للنفي falsifiability. كارل بوبر ضرب مثال على هذا الموضوع بلون طائر البجع. البجع لونه أبيض، هكذا تعرف أوروبا هذه نظرية أن البجع لونه فقط أبيض. لا يمكن إثبات أن البجع فقط لونه أبيض بناء على هذه الملاحظة. ده كلام كارل بوبر. بالفعل بعد سنوات اكتشفنا في أستراليا أن هناك بجع لونه أسود. إذا النظرية ثبت أنها خطأ. بوبر يقول: يمكنك فقط إثبات خطأ النظرية، لكن لا تستطيع على الإطلاق إثبات صحة النظرية بصورة قطعية. فالأصل في النظرية العلمية الخطأ وليس الصدق. سامعين يا بتوع أنا أصدق العلم؟ الأصل في العلم أنه خطأ وليس أنه صادق فيما يقول. العلم نستطيع إثبات أنه خطأ، لكن لا نستطيع إثبات أنه صحيح بصورة قطعية. هو ده العلم. العلم لا يمكنك أن تقطع بصحته، يمكنك فقط أن تثبت أنه خطأ. نرجع مرة أخرى إلى تلميذ كارل بوبر وهو فيرابند. فيرابند في كتابه طغيان العلم يقول أن العلم المادي المعاصر هو مجموعة من الملاحظات اليسيرة واستنتاجات عملاقة مبنية على هذه الملاحظات اليسيرة. مثال ذلك نظرية الانفجار الكبير. هذه النظرية يسلم بها أغلب المجتمع العلمي المعاصر، مع أن الأدلة عليها هي ملاحظات يسيرة مثل الانزياح نحو اللون الأحمر وإشعاع الخلفية الكونية. بالمناسبة فيرابند ده فيزيائي أيضا. ستيفن هوكينج وهو أحد أشهر علماء الفيزياء المعاصرين يقول في كتابه الأخير جراند ديزاين، يقول أن معادلة رياضية واحدة قد تغير نظرياتنا العلمية للأبد. فالذي يتكلم بثقة عن العلم المادي المعاصر، سامحوني، هذه ثقة الجهلاء. أود أن يستمع هذه الرسالة جماعات أنا أصدق العلم، لأن بصراحة الناس دي بتنشر سخافات بين الشباب، ومن أشهر السخافات دي نظرية التطور. تلك النظرية التي تقول أن الحمام الجميل الذي يطير أمامك هو عبارة عن ديناصور ظل يقفز ويقفز إلى أن ظهرت له أجنحة بكثرة القفز. دينو بيرد ثيوري. ديناصور مع كثرة القفز لأعلى ظهرت له أجنحة.
ده كلام نظرية التطور. أيضا البقرة، البقرة من كثرة النزول إلى الماء، مع كتر نزولها المية التصقت أرجلها الخلفية وارتفعت الأنف إلى أعلى وتحولت إلى حوت. ده أيضا كلام نظرية التطور. أنت مصدق لهذا الهراء؟ هذه قضيتك، لكن لا تفرضها بين الشباب، لا تنشر هذه السخافات على أنها علم. أنا عندي صراحة تحدي قديم في مسألة التطور، وهو أول خطوة في إثبات صحة النظرية. إذا أجبت عن هذا التحدي فأنت تخطو أول خطوة في إثبات صحة النظرية. هذا التحدي يقول: أحضر لي ورقة علمية واحدة، ورقة علمية واحدة تثبت ظهور شفرة بروتين وظيفي لأي كائن حي داخل الجينوم الخاص به من خارج الحوض الجيني للنوع. أنا عاوز شفرة لأي بروتين وظيفي تظهر داخل الجينوم بتاعه، داخل الـ DNA بتاعه، من خارج الحوض الجيني للنوع. دي أول خطوة في نظرية التطور. إذا لم تجب عن هذا السؤال فأنت خارج النظرية، أنت تتكلم عن وهم وليس عن علم. هذا تحدي أنا عرضته من فترة ولم أتلقى حتى الساعة ولو جوابا واحدا ليثبت شفرة بروتين وظيفي يظهر لأي كائن حي من خارج الحوض الجيني للنوع. واحد يقول لك: لكن هذه النظرية عليها شبه إجماع علمي. جميل، الكون الثابت كان عليه إجماع علمي وهو اليوم خرافة، الفلوجستون كان عليه إجماع علمي وهو اليوم خرافة، طريقة تكون الهضاب عبر ترسب الطبقات كان عليه إجماع علمي وهو اليوم خرافة. العلم لا يناقش هكذا، العلم يناقش بالأدلة، والأدلة الرصينة المتكاثرة، وإذا اجتمعت الأدلة تظل أيضا النظرية محل نظر كما يقول كارل بوبر وغيره. بعيدا عن التطور أيضا نظرية الأوتار الفائقة، تتكلمون عنها كثيرا وليس عليها دليل علمي موثق حتى الساعة. أيها الباحثون، العلم يكون بالأدلة، وإذا تراكمت الأدلة تسمى نظرية تحتمل الخطأ وتحتمل الصواب. أما أن لا يكون لديكم أي دليل وتظلون تنشرون بيننا هذه السخافات فسامحوني، القضية هي إجبار الشباب على ابتلاع ثقافة ليست بثقافتهم، بل هي لا علاقة لها لا بالعلم ولا بالبحث العلمي. نرجع مرة أخرى إلى أخونا الدحيح والأحبة بتوع تبسيط العلوم. أنا صراحة عندي نصيحة لكم أتمنى أن تقبلوها. أولاً، انقلوا لنا المادة العلمية، انقلوا لنا البذرة، واتركوا الغشاء للغرب. رجاءً لا تطلبوا منا أن ننظر إلى العالم من خلال نظارة الغرب الإنجيلية أو نظارة الغرب المادية الملحدة. أيضا رجاء انقلوا لنا الثابت علميا، اتركوا الفروض والتخمينات والنظريات الغير مثبتة والبقرة المتحولة إلى حوت والديناصور العصفور، اتركوا هذا لهم. احذروا أحبتي من الإرث الثقافي والفلسفي المحيط بالنظريات، وفي الأخير احذروا من الإعداد، الناس اللي بتعد لكم الحلقات قد يكون فيهم من يدس السم في العسل، قد يكون فيهم ملحدا عياذا بالله، وبعد كده يكتب كلمات في الحلقة حضرتك تقولها على الشاشة تكتشف أنها كارثية ثم بعد ذلك تعتذر. طيب ليه؟ ما من الأول. وهذه نصيحتي لكل الأحبة المستمعين، أوصيكم بكتاب آلة الموحدين لكشف خرافات الطبيعيين
لأستاذنا أبو الفداء. صراحة الكتاب من أفضل ما صنف في بيان العلم الغربي المعاصر، ما له وما عليه. أوصيكم أن تقرأوا هذا الكتاب، لأنه بالفعل سيفتح المدارك لمعرفة حدود العلم المادي المعاصر. الكتاب هدية لكم في أول رابط في وصف هذا الفيديو. ما تنسوش تشوفوا مصادر الحلقة أيضا في وصف الفيديو. أسأل الله عز وجل لي ولكم جميعا التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله.